هاي جريد 5 students. Today we'll review our lesson multiples of a natural number, and this is the video number 1. In this video we'll review how to write multiples of a number. نلاقي المultiples لـ given number. Multiples of a natural number. The multiples of a natural number is obtained or are obtained by multiplying this number by 0, 1, 2, 3, etc. معناتها احنا نلاقي المالتيبلز بدي يكون معنا بدي يكون عارفين التابل اوف مالتيبليكيشن. يعني انا هون مثلا المالتيبلز ل 12 يعني معناتها بدي بلش اعمل مالتيبليكيشن باي 0 1 2 3 4 بدي انا اعمل مالتيبليكيشن والمالتيبلز بيكونوا البرودكت يعني هون 0 12 24 36 48 60 اكيد ما بينتهوا المالتيبلز هون بس انا حددت هون اول 1 2 3 4 5 6 اول 6 مالتيبلز لل 12. طيب هلا انا كل ما بدي اعمل مالتيبلز لازم اعمل تيبل اوف مالتيبليكيشن. اكيد لا احنا بنقدر نحصل على المالتيبلز لاي نمبر باي ريبيتد اديشن بالجمع المتكرر. ليه؟ لانه احنا بنعرف المالتيبليكيشن هي ريبيتد اديشن. يعني اذا قلت انا 12 تايمز 2 شو معناتها 12 تايمز 2؟ يعني هي 12 plus 12 يعني هي 12 مرتين. وإذا أنا قلت 12 times 3 يعني هي 12 plus 12 و plus 12 يعني كأنه جمعناها 3 مرات. يعني معناتها أنا بقدر أعمل المالتيبلز لأي نمبر بعمل repeated multiplication. يعني 0 12 بزيد عليها 12 بتصير عنا 24، برجع على 24 بزيد لها 12 صارت 36، بزيد لها 12 بيعطينا 48، بزيد لها 12 تعطتنا 60، بزيد لها 12 عطتنا 72 etc. اكيد في كتير multiples لأي number. المالتيبلز of a given number is infinite. ما إلى حدود المالتيبلز ما بتنتهي. هلأ لما نعمل هلأ المالتيبلز example لل 4 other than 0 يعني ما بدي بلش عند 0. 4 times 1 equal 4, 4 times 2 equal 8, 4 times 3 equal 12, 4 times 4 equal 16, 4 times 5 equal 20, 4 times 6 equal 24. هلا هون انا عم بعمل counting number والmultiples هن 4, 8, 12, 16, 20, 24 هن product بالtable of multiplication. لاحظنا انه الزيرو هو مالتيبل لكل النمبرز. هلا انا هون لانه قلت other than zero ما بلشت عن الزيرو، بس انا الزيرو هو لو منه موجود هو مالتيبل لكل النمبرز. هلا هون give the first 5 multiples of 13. كمان هون ما بدي الزيرو معناتها بدي بلش عند 3. 13 times 1 13، 13 times 2 26، 13 times 3 و 13 times 4، 13 times 5 معناتها هود المالتيبلز لل 13. انا بدي بس first 5 اول 5، اول وحده، ثاني وحده، ثالث وحده، رابع وحده، وخامس وحده. احنا بدنا first 5 multiples ما بدي هني كلهم. هلا هون find the missing multiple 6 12 18. مين المالتيبل اللي من بعده؟ طب هون انا هو المالتيبل لمين؟ اكيد هون اللي بدي اعرف المالتيبل لمين بدي اعرف قد ايه انا زدت. كانت 6 صارت 12، كانت 12 صارت 18. لاحظنا انه عم زيد 6 يعني هذا التيبل اوف مالتيبليكيشن لل 6. معناتها من بعد ال 18 انا رح زيد 6 يعطينا 24، من بعدها 30. هلا تحت نحن ما نعرف اي تيبل اوف مالتيبليكيشن هو يعني المالتيبلز لاي نمبر. طيب عنا 6 بعدين صارت 9، معناتها قد زدنا نحن من ال 6 لل 9؟ نحن زدنا 3، وكمان هون ال 9 صارت 12 معناتها زدنا لها 3، معناتها هذا مالتيبلز لل 3. طيب قبل ال 6 اي مالتيبل موجود؟ قبل ال 6 عنا 3 لانه نحن هذا المالتيبلز لل 3. يعني انا بدي نقص ال 3 اذا بدي امشي هيك، وبدي زيد 3 اذا انا بدي امشي هي الطريقه. هلا انا من بعد ال 12 اي مالتيبل عندي؟ لانه انا عم بمشي بهيدي الطريقه to the right. 12 حزيد عليها 3 بيعطينا 15، بيرجع زيد 3 بيعطينا 18، وال 21 موجودة. طيب هيدا مالتيبلز لأي هيدا اللي هو المالتيبلز لأي نمبر؟ عنا 24 صار 36. ال 24 شو قد ايه زدنا لها لصار 36؟ إذا أنا ما عرفت قد ايه زدنا لها أو أنا بدي أقعد أعد من ال 24 بدي أقعد أنا أعد قد ايه بدي لصير 36، بعرف أنا هون إنه زدنا لها 12، معناتها ال 24 اللي قبلها بدي نقص لها 12 لأعرف قد ايه المالتيبل اللي قبله هي 12.
اما هون 60 عم بمشي على الرايت، معناتها انا هون مالتيبل لل 12، يعني بدي ازيد لها 12 صارت 72. اكزامبل عندنا هون مالتيبلز اوف 6 less than 37، بدي اجيب المالتيبلز لمين؟ لل 6. ما حدا يقول بتجيب المالتيبلز لل 37، بنلحق كلمة اوف مالتيبلز اوف 36، جبنا المالتيبلز لل 6 بس انا ما بضل مكفي، بدي اوقف بشرط انه انا يضل عندي less than 37، اصغر من 37. اذا انا هون كفيت المالتيبلز لل 6 حيصير عندي انا مثلا هون 42، بتبطل مالتيبل لل بتبطل less than 37، هي بتضل مالتيبل لل 6 بس بتبطل الشرط تتحقق، ما بتبطل انه هي less than 37. example write the multiples of 5 less than 41. هلا هون بتجيب المالتيبلز لل 5 اللي هن less than 41، يعني انا بدي اعد لحتى انا ضل تحت ال 41، يعني من بعد ال 40 عندي 45، معناتها ال 45 ما بدي هي، فانا بدي ال 40 لحد ال 40 عشان يكونوا less than 41. multiples of 10 less than 31، معناتها انا هون عندي 0 10 20 30 هن اللي بده يكونوا less than 31. دائما المالتيبلز اني اول مالتيبل بيكون الزيرو الا اذا هو قال لي other than zero، ما ببلش عند الزيرو. example write the multiples of 6 between 13 and 25. هون عندي كمان المالتيبل لل 6 بس بدي الشرط انه يكونوا between 13 and 25. هلا انا هون حطينا المالتيبل 0 6 12 18 24، هل هودي المالتيبلز اني between 13 and 25؟ هل بيناتهم؟ لاحظنا انه بيناتهم بين ال 13 وال 25، يعني هي بدها تكون المالتيبل اكبر من 13 واصغر من 25، يعني اي المحسوبين واي اللي لازم نحن نمحيهم؟ نحن لازم نمحي الزيرو وال 6 وال 12، لازم انا المالتيبل لل 6 بين ال 13 وال 25 يعني بس ال 18 وال 24. multiples of 5 between 17 and 21، كمان انا هون ما فيني اكتب كل المالتيبلز لل 5، بدي يكون في عندي ارقام ملغيه. هون between 17 and 21 بدي يكونوا اكبر من 17 واصغر من 21، greater than 17 and less than 21. greater than 17 and less than 21 مين عنا؟ عنا بس 20. example بعد هلا is 20 a multiple of 5؟ اذا انا هلا سالتك ما بدي تكتب لي المالتيبلز لل 5، انا عم بسالك هل ال 20 هي مالتيبل لل 5؟ كيف بتعرف اذا هي مالتيبل او لا؟ فيك تقعد انت تعد 5 لتوصل لل 20، اذا وصلت بيكون مزبوط، او فيني انا اعرف من خلال تيبل اوف مالتيبليكيشن، لانه ال 5 تايمز 4 هي 20، معناتها ال 20 هي مالتيبلز لل 5. is 31 a multiple of 5؟ هل انا شيء انا حاضربه ب 5 بيعطيني 31؟ 5 تايمز شو بيعطينا 31؟ موجود شيء بالتيبل اوف مالتيبليكيشن لل 5 موجود شيء 31؟ لانه نحن بنعرف التيبل اوف مالتيبليكيشن لل 5 في عندنا 30 ما عندنا 31، معناتها انه 31 از نوت ا مالتيبل اوف 5. از 0 ا مالتيبل اوف 7؟ نحن بنعرف انه 0 هو مالتيبل لكل النمبرز، ليه؟ لانه كل النمبرز بنقدر نحصل على 7 تايمز 0 بيعطينا 0، يعني المالتيبل هو بيكون البرودكت، هو جواب التيبل اوف مالتيبليكيشن، جواب الضرب، فالزيرو هو موجود بالتيبل اوف مالتيبليكيشن لكل الارقام كل النمبرز، معناتها هون الزيرو هو مالتيبل لكل النمبرز. هل ال1 هو مالتيبل لل7؟ احنا اذا بنحسب انه هو مالتيبل لل7 معناتها 7 تايمز شو بيعطينا 1؟ في نمبر انا بضربه بال7 بيعطيني 1؟ اكيد لا، ما عندي ولا نمبر انا بضرب 7 تايمز شو بيعطينا 1، اكيد ما في، بس ال7 هو المالتيبل لل1. يعني هلا اذا سالتك ال7 مالتيبل لل1؟ ايه، لانه ال1 تايمز 7 بيعطينا 7، فهو المالتيبل بده يكون بجواب الضرب، بده يكون بالبرودكت. هون عندنا yes because 7 تايمز 1 equals 7. ثانك يو.